حسيتي درك عبدال دور دور ايجاد او مازال هبال مرة ديافة صعبة فينومان مانا في الميت اي معاك ليكيب غير الطح غير اللعب سوري سهو يديك مالقري يشكي وديما متعاركين بصح كاينة النية والقلب حنين باي انا جونسا عتمانا حبي ولي باتمانا ميسيون لاجان دوبل زيرو بي وسوايلي ها يي 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 يا والقلب حنين اسم لعسيتي ومنا معاهم منسين اسم لعسيتي اسم لعسيتي اتجوزت مرتك يا زهران ما تحطش الزواج اللي على وشها ده ولا القمصان الحمراء والخضر اللي لابساها دي ولما نبقى نفرح الفرحة الكبيرة تبقى تعمل اللي هي عايزاه والله مزقتي قلبي يا اختي امال سيبيه كده سيبيه ما الرجالة زي بعضهم يحبوا ويسيبوا يا اختي انت بتشخط فيها ليه؟ ليه تشخط فيها كده؟ عدني وبهدلني ليه يا بهران؟ عملت لك ايه؟ مسكين حرام عليك حرام عليك يا بهران ليه؟ ادخل ناش ماما علاه ما نوتنيش خير قلت لك عندي اكزام مع العشرة بس 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 خفتي صوتك نجاح يا حاجة الله صح ورا البنطلون البيج تاعي ما حددتيش عرفتها يا ماما اش 24 مع لا تيلي كرهت مسكينه يا اختي قلبي عليك يا اختي يا كلب انت انت الله سيبيه يا اختي دايما دايما فراخ وطعميه انت بتتكلم جد يا بوي جد الجد يا دكتوره امال كده أبك بلا كراحة تهب لي ولا ما لبالك اسكت يا قوي اسكت مش تسكت ثلاث أيام بدأت ليش القفلة شون قاي ماشي محدد أنا كنت أدخل الخدمة العباد قاعد يبرخشوا غير أنا اللي مكرفس الله يخص عليك ثم الهضرة يدخل منها تخرج منها اديها مبلغ مقنع أكيد مضيعة تفل تفل صباح ما شربش قهوة والطفلة كيما نوطيهاش بكري هي راطات لي إكزامان راني بليش يا مرأة ولكن مزوجة بالمسلسل ولكن مزوجة بيا أمال كده يا لهوي جدعة 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 يا أختي جدعة الله بسم الله عليك مبروك عليكم بلدي مقلة فيها مسلسل رشتة أكيد نقي في القشور بتاع القشور ناسي نقول بطاطا ماشي القشور ماشي بابوشي أباك بلي الحياة راي مرة أي مرة فطار لكن بروشيا فاتكات شوف فاتكات يا بحينك تلفزيون انسان يشوف شويه اه ماشي نهار كامل وهو يتفرج ولكن حاب هذوك نرمي بالكونه كيفاه سيبني يا اخوي الله يدي مخلق امال جدع ايوه صباح الخير بابا صباح الخير وليدي انا جيت ما أني جيت اسم الله عليك يا أختي اسم الله اسم الله اسم الله يمك ما يمك ما تسمعكش يمك هي داخل المسلسل تحب تهضر معي يمك تدخل داخل التلفزيون تتجاوبك يمك هي مشغولة أنا الأدنى والأنا الأعلى يكمن في ضرورة استبدال الشخصية ما توحشتيش ما توحشتيش بالك الكوزينة ولي نروح نحط قدير الله الله عليها حي حي وديري فيها أميها وديري لنا كاش فطور ولا ما فيهاش كون داني أمور مع المسلسل وباينة مكتوبة عليا ندير لاشان في الغيستو يماكم ما يتحوش على البلا يماكم انت تزيدي تهضري وعلاش ما تعاونيهاش في الشغل تنفضي معاها الفراش طيبي انا شو اليرجيك لا بوسيير ماما صح اليرجيك على بوسيير لا يا بني ما فيها سرطان حكيمه حكيمه هي بالسرطان كونسير حكيمه لا يا خويا واش نمالها لا يا خويا يا هضري يا هضري هند بنت الباش مهندس يا امكم راحت فيها ما فيش في ايدي حاجه ثانيه ما كاينش بعيد على دريد حسين ادخل صباح
صباح الخير سيد المدير. صباح الخير يا ابو علام. واش ابو علام هذا الروتار ماكش حاب تنحو انت ولا كيفاش؟ والله غير نقول لك صح يا سيد المدير، راني تما من مخي كاع مانيش مليح هاد الايامات، وراه ما عندي شويه مشاكل في الدار. بصح المشاكل اللي راهي عندي انا ماهيش عندك انت. وهكذا وراني نجي في الوقت، مع الرغم اني صاحب الشركه. وانت راك تخدم هنا في الشركه وتجي روتار، راه كل يوم يا سي بو علام تجي روتار، شنو هي المشكل اللي راه عندك؟ والله غير بنادم يستحي لا يحكيه. احكي احكي بو علام احكي. عندي المراه في الدار. يا صاحبي بزاف. كرهت حياتي انا. 24 ساعة على 24 ساعة وهي مبروشية مع التلفزيون. تشوف المسلسلات. لي بيرسوناج تاع المسلسلات كاع تعرفهم، تعرفهم المشاكل تاعهم، تعرفهم حتى الأسماء تاع أولادهم وتعرفهم. وهامل دارها. الأغنية تاع الجينيريك وصلت لدرجة وين ولات تهضر معايا باللغة ثانية تاع المسلسلات. كنت فين؟ رايح فين؟ يعني نقول لك صح. والله راني كلمة مهبل. رياح رياح سي بو علام. رياح. بارك الله فيك سي بو علام. على بالك علاش راني نضحك؟ بالك راك تضحك عليا سي المدير. نضحك باسكو نفس المشكلة اللي راهي عندك راهي عندي. أنا وين ما نجي داخل الدار تقول لي مرتي كنت في. اسمح لي سي المدير. يعني نحكي لك في الواقع واش حكيتي ترقنا. بعد نقول لها واش بك يا مرة تقول لي لا أنت لازم تطلقني وتديني لماما. كيما انا والله كيما انا سيدي المدير هي ما قالتليش تعطلك. ومن بعد نقول لها واش بك يا مرة تقول لي النهارده انا مش حتكلم معاك. واش بيها هذه المرة؟ بعد واش قالت لي؟ قالت لي احنا لازم نسافر بعد بكره اسكندريه. انا غير نهضر معاها تقول لي وبعدين هبلتني. جاب لي ربي راني لقيت الحل. نخلوهم كاع ينساو المسلسلات. ان شاء الله. ها؟ بصح شرط يا ابو علام. اطلب انا هنا. لازم نتعاونوا. معاونة تغلب سبع سيد المدير. داكوردو؟ داكوردو. الله يا حلاوة يا حلاوة. اتكوفت اتكوفت الله. ايوه كده يا بنت. طلع عينها حبة عيني بعدين تجوزها الحمد لله. الله وانتي يا قرشانة انتي موتي 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 كاتك نيلة. اهلا يا سي احمد انت جيت. على سلامتك بابا. الخير. وش راكي؟ وش راكي بنتي؟ لاباس؟ بس الحمد لله. وش راكي ديري انتيا؟ انا نغسل في الماعن. تغسلي في الماعن؟ ايه. والباك تاعك؟ انفا شويه كان. وي عندك الحق. تهنينا. الله. يا سيدي راني نسمع في السكات. رحمه. تلفزيون طافي معناتها بدات تسقم الدار. بصح سي بيزار يماكم وين راهي؟ ما كاش راهي عند الجاره. واش راهي دير عند الجاره حكيمه؟ جاره لي غير كيما داروا باغابول قالت لك هما عندهم بزاف لي شان ماشي كيما حنا. مسلسل زائد مسلسل زائد مسلسل مانيش عارف كم يساوي. ما تزيدش فكرني بابا انا خلاص انا عييت منها. صباح ويتقابل في التلفزيون صباح العشيه نوكا ما نطيبش ما نغسلش الماعن ما نغسلش القش ما كاش كون يخدم لا غالب. ماما هذا الوقت لك راكي تراجعي. هي لا غالب ما عندي ما ندير. خلاص نط نتايا. ستا با عندي رونديفو مع صحابي لازم نروح له. باي. روح نهضر معك تو. روح نسحقك. صح. لا سحبك لا برا نسحقك اليوم. واش ندير هنا؟ ها؟ قاعد قاعد بط لنا تلفزيون نهار كومبلي. خلينا هذيك راهي سينما بلا دراهم. هنا 24 على 24 ساعة تلفزيون تلفزيون. نقول لكم بصح يا ولادي أنا هذه المعيشة ما تخرجش عليا. إي بابا دوكا واش نديرو؟ راهي عندي فكرة. أروح يا وليدي فارد، ادنى يا بنتي حكيمة. شوفوا أنايا راني لقيت الحل. حل؟ حل. نفس المشكلة اللي رانا عايشينها. بصح شرط تعاونوني. كاش مشكل؟ كاش مشكل؟ نعاونوك. أروح نقول لك. مفيش حاجة تيجي كده اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان يا ابني اسمعني حد دلعني ياخد عيني كمان حسيت روحي قدام التلفزيون
اش راكي ديري هنا؟ هاد القسمه اش راكي في الجامعه؟ كليه؟ كليه ايه يام؟ بصي بقى الكليه دي للبشوات، ما احنا ناس غلابه يام، وانا بنتي غلبانه، عارفه ايه يعني غلبانه؟ يعني معموله للغسيل. وكمان ابويا مش عايز يديني فلوس المواصلات، ولا ناوي ان شاء الله اروح على رجليا؟ شعره صاري ماني فاهمه والو انايا. وبعدين معك ياما، انت مالك النهارده صاحيه كده مش على بعضك؟ بصي بقى خدي لك كوبايه شاي عشان تصحصحي شويه. يا نهار اسود يا نهار اسود يا سعديه. طب الارض بقت بخيله، وانا نهار كله وانا بشتغل يا سعديه ما حصلت الا على الحاجات دول. حوجش اسراركم اليوم. سيجاره لك ايه؟ بركه ياما بركه يا ابويا. غوري من وجهي، دي فرح ولا ايه؟ ايه اللي قرا في ذا البيت؟ كوبايه شاي انا تعبان يا سعدي. وينك يا غاديه بالقفاوين؟ وانت نسيتي ياما زي العاده. لا اله الا الله. يابا يابا. ايوه يا ضنايه. انا خلصت الجامع وتيني جيت. يعني انت عايز فلوس؟ خذ. الشكر يابا. 5 جنيه. يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا ضنايا. 5 جنيه 5 جنيه. شايفة يما؟ وأنا ما عنديش حق حتى في فلوس المواصلات. سعدية يابا يابا. أيوة. يابا 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 العمدة جاي. العمدة؟ أيوة يابا. والعمدة عايز مني إيه؟ خش البيت يا حريم، ده كلام رجالة. أنت كمان معاهم. اهلا وسهلا يا عمدي. اهلا عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. البيت بيتك ومطرح مطرحك يا عمدي. لا بيتي ولا مطرح يا زغلول، انا زعلان منك قوي قوي. ليه؟ ما انت عارف حبيبي حقي يا زغلول، انا عايز حقي بس. بس انت عارف يا عمدي البير وغطاه. بيرو غطاء وكلام ايه يا راجل؟ تصلي على النبي بلاش بلاوي. كل الفلاحين اللي بيشتغلوا معاك حبيبي عايزهم يرجعوا لي حقي واحد واحد. مش المعلم بتاعك هذا؟ حسبك العمده يا السعديه يا انم. من امتى الستات يدخلوا بين الرجاله يا زغلول؟ غوري على وشي يا سعديه. كده تعجبني جدع وابن جدع. اسمع يا زغلول، كلمه واحده مش اتنين. انا عايز يوم الخميس حقي اخر اجل. انت فاهم ولا لا؟ صبر جميل يا عمدة. لا يا حبيبي، الكبير كبير والنص نص والصغير ما نعرفوش. يوم الخميس يا زغلول. مع السلامة. رحنا في 60 داهية يا سعدية. انت كنت فين يا ماما؟ كنت فين؟ تعبت من الشغل، لازم نجيب شغالة بتريحني وتريحك معايا. الله، بتبصيلي كده ليه؟ ورا باباك. بابا زمان راجع البلدية. بلدية؟ مساء الخير يا ماما. بصي بقى، أنا ماشي النادي. نادي؟ أروح 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 أروح. أقعد. إيش من نادي هذا؟ فهموني وش كاين، ماني فاهمه والو. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام بابا. جاي السلام بابا. ازيك يا سوسو؟ وحشتني قوي قوي. الله يسلمك يا بنت يا سوسو، ربنا يسترها معاكي. ها زيكم؟ الحمد لله. كنت فين النهارده انت؟ انا؟ ايوه كنت عند الجاره، كنت نزورها، كانت مريضه بصح على حساب شوف انا اللي نحن مردوك. بصراحه انت تسيبي الاولاد لوحدهم وتسيب البيت لوحده وسوسن، ما انت عارفه يعني البكالوريوس، سيبهم لوحدهم وتروحي بقى. لا يا بابا، لا بكالوريوس ولا حاجه تانيه. امال عايزه ايه؟ انا قررت اسجل نفسي في كليه الفنون الجميله. كليه الفنون الجميله؟ انت بتقولي ايه يا بت؟ يعني انا كان اعتقادي انك تجيبي احسن دكتوره في العالم، أحسن مهندسة، فنانة. يا بنتي أنت بتهزري ولا إيه؟ ليه كده يا بابا؟ أنا مش موافق يا سوسة. أنا كنت فكرانة إنك بتحبني. لا، الحب حاجة والأصول حاجة يا سوسة. بس يا بابا قلت لك مش موافق يعني مش موافق.
قال قال الفن قال ساعة الزمن ده إله إلى الله إله إلى الله. ماما هكلمك في موضوع، أنا عايز أتجوز. ها؟ أتجوز. أتجوز؟ فاتي. شكون فاتي؟ بنتي سعدية. شكون سعدية؟ مرات زغلول. شكون زغلول؟ زغلول جارنا. زغلول؟ جارنا اللي ساكن جنبنا هنا. يسكنوا في الدورة. اه. شباب. عايز أتجوز. بنته حلوة كده مسمسمة عايز أتجوزها. مفيش عادي يعني. والله العظيم أنا نلعبه في مسلسل. ليه يا ماما بتكلم معاك طبيعي عادي يعني. هي فيها أتجوز. شوف يا ابني العيلة دي مش من مستوانا. لكن حفكر وأقول لأبوك. ماشي يا ماما أنا ماشي النادي. ماشي النادي. تفضل. طيب حاجة تحت الحساب يعني. مواصلات وتاكسي وخرجات ويعني نادي وأنت عارفة الشغل بقى. زي العادة يعني. زي العادة. عمرين الله. خد. كويسين. باي ماما. سبحان الله العظيم ماني فاهمة والو. اهلا وسهلا يا عمدة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نورت الحتة يا عمدة. كويس. ازيك يا زغلول؟ والله الحمد لله. شرفتونا. الله يسلمك. شرف مقدارك. قول لي يا زغلول. ايوه. انت عارف انا جاي ليه النهاردة؟ بقول لك ايه يا عمدة؟ العين بصيرة واليد قصيرة يا عمدي والله ما فيش مليم يعني ما فيش حاجة خالص كده ولا كده ما فيش. طب انت عارف الأحوال يا عمدي. خلاص عندي اقتراح تاني يا زغلول. اللي هو ايه؟ هو الأرض يا حبيبي بدل الفلوس وديني الأرض بتاعك. قلت ايه بقى؟ طب يا عمدي ونحن نعيش منين؟ تعيش منين؟ دي حاجة تخصك يا زغلول. عندي اقتراح تالت يا حبيبي. اللي هو ايه؟ جوز بنتك لابني شكري. قلت ايه بقى؟ ما تتكلم اللي تشوفه يا عمدة. يعني يوم الخميس نكتب الكتاب يا زغلول. يوم الخميس هنكتب الكتاب بركة الله. الشاي يا فاطم. حاضر يابا. انت ازاي؟ اللهم صل النبي بقت ست وبالي الجواز مع ابني شكري. ايه مالك يا زغلول؟ انا اشوف ابنك يعني بس كده وكده يا ماهو شباب يا زغلول. بقول لك ايه يا عمدي مش في بيتي. مش في بيتك بس يوم شباب. هنكتب الكتاب يوم الخميس. يعني ايه يوم الخميس؟ يعني هنجوز بنتنا لابنه على سنه الله ورسوله. فيها ايه يا سعديه؟ يعني انت موافق على الجوازه دي؟ يا سعديه يا سعديه انت عاوزه يعني الارض يلهفوها ولا ايه؟ الله يعني بدل الارض بنتي تصبح بضاعه؟ لا 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 يا اخوي بنتي ما تتجوزش وانا مش موافقه على الجواز. لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمعوا ده وبطلوا ده. اسم الله عليكي يا اختي انا مش موافقه على الجوازه دي. ابني اسم الله عليه راجل ومل وهدومه. انا ما ناسبش عيله واطيه زي دي. انت سامع؟ والله قال يا جماعه الزمن بالوقت اللي احنا فيه النهارده الستات اتكلموا والرجاله ساكتين. ما تقول حاجه يا زغلول. عاوزني اقول ايه يا عمدي؟ خلاص خلاص حبسوا نحبسوا اللعبه. مي ولاد القضيه في الزواج تاع بنتي والارض خلاص حتى هاد الحوايج نقلعهم وصاي. اكيشير بالك حبيت نحيد الحوايج. اوي يعني تلبسي كما كنت بكري. نعم. ما تطليش لاصقة في التلفزيون نهار كامل. ما نعاودش. هبلتينا يا مرا هلا عليك ليس ولي شوي لعقلك. حدي حوايج ولادك طيبي طياب في الوقت. طلي لاصقة في التلفزيون. طلي لاصقة مسلسلات نهار كامل تمع المسلسلات. فرحينا كما كنت زمان في اليام مثل الاولين. طيبي لنا شوية عصبان طيبي لنا تختوخة طيبي لنا المثوم. ها؟ حاضر. ولي والله. والله. ندير لك طعيفة ونعرفك تبغي اللوبيا شوية شخشوخة. بلا هكا إن شاء الله نوعدك بلي نعاود نوليو كيما كنا بكري. نوعدك أنا تاني. ماما تجوز بعدين نرجع على طبيعتنا. شوفي الوالد يخيبك والو. أنا تاني مانيش قابلة هاد الزواج وهاد الشيء يصرى غير في المسلسلات. أنا خلاص ما نلعبش. أما لا هكذا تهلاي فينا وما تبقايش تتفرجي من الصباح للليل. شوف غير شويه مطلع في داري بزاف. قولي والله
والله. برافو كده تعجبني يا زغلول، عملنا حاجة ما تعملتش خالص. زغلول ولا أبو علام؟ أبو علام. خليها زغلول ولا أبو علام؟ أبو علام عشان خاطري خليها أبو علام. طب أقول لك إيه يا عمدي؟ ريا أبو علام ريا. على بالك والله العظيم راني أسعد إنسان اليوم، راني مليح. إلا ولا أنت راك تجي في الوقت، ثانية بنتي راهي تقرا باش تجيب الباك، ولدي والمرأة نقصت يا خويا المسلسلات راهي لا هي بشغل تاع الدار برك. نقول لك صح، أنا فرحان كي نسانا عاودوا ولاو كيما كانوا، بصح أنا نقول لك حتى القرجومة تاعي ولات تحرق. علاش؟ شوف بو علام غدوة راك معروض عندي. الله بزاف عليك يا مولاي. اللي خاطري. غدوة راك معروض عندي العشاء باش تجي تعشى عندي. أي إن شاء الله. والله داكوردو؟ داكوردو. أنت يا سي بو علام عمرك ما تبدل. الله واش نقول لك، الله ينورك على هذا العرض سي احمد. ما تقول ليش سي احمد، بارك انت اخويا ودار دارك يا راجل. الله يسلمك. والقلب